كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي الأردني أن قيمة الديون غير العاملة سجلت منتصف العام الماضي 1,160,000,000 دينار، وارتفعت هذه الديون بواقع 140,000,000 دينار أو ما يقارب 14%، كما وقفزت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون لدى البنوك المرخصة إلى 4.5%، أما نسبة تغطية الديون غير العاملة فبلغت 74%، والقروض غير العاملة هي التي لم تعد تحقق للبنك إيرادا من الفوائد أو القروض التي يضطر البنك إلى جدولتها بعد دراسة المركز المالي للعميل. وللحديث عن مستويات الديون غير العاملة لدى البنوك معنا عبر الهاتف المحلل المالي محمد عاكف الزعبي. أهلا وسهلا بك إذا أستاذ محمد، ويعني سأبدأ، ماذا يعني أن يكون فعلا هذه المستويات قد زادت عن العام الماضي؟ مساء الخير أخي عبد الله. دعني أقول أن هذا الارتفاع طبيعي في ضوء تراجع معدلات النمو الاقتصادي و تآكل القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الفوائد، هذه كلها من العوامل اللي بتأدي إلى تراجع الملاءة المالية للمقترضين، عم نحكي عن الأفراد والشركات على حد سواء. هذه العوامل مجتمعة قللت من قدرة المقترضين على أداء التزاماتهم المالية وأدت إلى تعثر عدد أكبر من العملاء، انعكس على هذه النسبة. أمر آخر يجب الإشارة إليه أنه بداية هذا العام بدأت البنوك بتطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم 9. هذا المعيار سمح للبنوك ولمرة واحدة فقط بأن تقوم بخصم مخصصاتها من حقوق المساهمين بشكل مباشر من دون المرور عبر قائمة الدخل، يعني من دون التأثير على أرباح البنوك، وبالتالي هذا الأمر حفز البنوك على تصنيف الديون المشكوك فيها إلى ديون غير عاملة. نعم، إذن أستاذ محمد، هل سيدفع هذا الرقم 1,160,000 تقريبا مليون دينار، هذا الرقم هل سيدفع البنوك إلى وضع استراتيجية جديدة لكل من يأتي ليطلب قرض تطالب بضمانات جديدة ممكن؟ دعني أقول بأن البنوك سوف تكون أكثر تحفظا خلال الأيام القادمة، وأن البنوك أيضا شهيتها للإقراض سوف تنخفض بشكل ملموس. هذا يمكن النظر إلى أرقام البنك المركزي تشير بشكل واضح إلى تراجع النمو السنوي في القروض الممنوحة الأفراد، وبالتالي نعم أعتقد أن البنوك سوف تتريث أكثر، سوف تتحفظ أكثر في قرارها الائتماني، وشهيتها سوف تكون أقل. نعم. خصوصا وأن قدرة البنوك خلال الأيام القادمة أو خلال الفترات القادمة على رصد المخصصات، مخصصات مقابل الديون غير العاملة، قدرتها راح تتراجع لأنه البنوك عم بتعاني ضغوط كبيرة على ربحيتها وهوامش ربحيتها، وبالتالي للحفاظ على هذه الهوامش الربحية لن تستطيع البنوك أنها تأخذ مخصصات مثل ما كانت تأخذ قبل. نعم، إذن أيضا أستاذ محمد، إذا ما فرضت البنوك فعليا يعني ضمانات أو طالبت بضمانات جديدة وإجراءات جديدة لإعطاء القروض، هل سيؤثر ذلك على حجم السيولة المتوفر لديها؟ هو بالضرورة راح يكون له تأثير على القطاع
القطاع بشكل عام بالفترة اللي البنوك بتتحفظ فيها في الإقراض، هذا بينعكس بشكل إيجابي على مستويات السيولة لدى البنوك، وبيكون أيضا له انعكاسات إيجابية على أسعار الفوائد على سندات الخزينة، لأنه الأموال الفائضة غير المستغلة رح تزيد، وبالتالي رح يكون في وفرة في الأموال المتاحة لإقراض الحكومة، رح يكون في طلب متزايد على سندات الخزينة، هذا من شأنه أنه يخفض أسعار الفائدة على هذه السندات. نعم، المحلل المالي محمد عاكف الزعبي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.